لو حبينا نبص على شكل النوعين اللي احنا كنا اتكلمنا عليهم، شكل الستيشنري انود بيبقى بالمنظر ده كده، بيبقى في عندنا مكان محدد هو اللي فيه التنجستن، حواليه بيبقى الانكلوجر نفسه مصنوع من الكابر، ويبقى واصل بعد كده ده بالهاي فولتج جنريشن، بيبقى الانود بالهاي فولتج جنريتور بحيث ان هو يبقى واصل بالبوزيتيف فولتج بتاع الهاي فولتج جنريتور. لما يكون عندنا روتيتنج روتيتنج انود بيبقى بيسكلي عندنا التارجت موجود عندنا مغطي جزء من السلندر ديت، بيبقى مصنوع من التنجستن، وبيبقى في عندنا ماتيريال مصنوعه من المولبدنم عشان تثبت التارجت دوت، تثبته في برضه نفس الحاجه اللي هي الكابر، وبيبقى في عندنا طبعا موتور بيحرك الـ كل الاستراكشر دوت بحيث ان هو يخلي البومباردمنت او يخلي البروجكتال الكتروز تخبط في اماكن مختلفه مع الوقت. طبعا اختيار التنجستن عشان يبقى هو التارجت ماتيريال ده الحقيقه يعني لثلاث اسباب اساسيه. اول حاجه الاتوميك نمبر بتاعها 74 زي ما احنا كنا شفنا في الجزء بتاع الانتراكشن او الجزء بتاع الجنريشن بتاع الاكس راي، برودكشن بتاع الاكس راي، كل ما كان الاتوميك نمبر اكبر كل ما كان الافشنسي بتاعه الجنريشن بتاعه الاكس راي كانت اكتر. بمعنى ان الكوانتيتي بتاعه الاكس راي كل ما كان الاتوميك نمبر اكبر كل ما كان الكوانتيتي بتاعه الاكس راي كانت اكبر، فبالتالي هو 74 يعتبر الحقيقه ممتاز جدا بالنسبه للافشنسي بتاعه الجنريشن بتاعه الاكس راي. الحاجه الثانيه هي الثيرمال كوندكتيفيتي. الحقيقه يعني التنجستن هاز ثيرمال كوندكتيفيتي نيلي ايكوال تو ذات اوف كوبر، يعني بمعنى ان هو فيري افشنت في توصيل الحراره. فبالتالي لو احنا موصلينه بكبر يعني نقدر بيسكلي درجه الحراره اللي هي متولده في اماكن على التارجت تقدر توصل او تقدر تبقى ديسيبيتد بشكل بسيط جدا لو التارجت بتاعنا مصنوع من التنجستن زيها زي الكابر بالظبط، از افكتيف از الكابر. الحاجه الثالثه ان لها فيري هاي ميلتنج بوينت. فيري هاي ميلتنج بوينت دي حاجه مهمه للغايه علشان ما يبقاش يعني الاماكن اللي بيتولد فيها حراره عاليه على التارجت ما يحصل لهاش ميلتنج. Otherwise لو احنا حصل فيه عندنا ميلتنج على التارجت يبقى معنى كده مش هنقدر نستعمله بعد كده، يعني الاماكن اللي حصل فيها ميلتنج بعد شويه مش هيبقى فيه بعد كده المكان ده مش هيبقى فيه ماتيريال اصلا، فبالتالي هيبقى فيه عندنا مشكله. فالحقيقه بنتكلم على الميلتنج بوينت بتاعه التنجستن بكام؟ على 3400، تعتبر عاليه جدا جدا حتى كومبيرد للكبر، كبر 1100 بس درجه مئويه. فالحقيقه ده يخليه يقدر يستاند اب اندر هاي تيوب كارنت، يعني ما يحصلوش مشاكل مع بومباردمنت عالي جدا او بروجكتايل الكترون جايه بكميه كبيره بترفع درجه حرارته بشكل كبير ومن غير ما يحصل له بيتنج او بابلنج. بيتنج معناه ان يحصل زي نقر كده، يحصل فيه حاجه زي حفر صغيره كده تبقى موجوده على السيرفيس بتاعه، وطبعا ده ايفينشالي بيحصل بس عامه بيحصل بريت بطيء بالنسبه للتنجستن. البابلنج معناها ان درجات الحراره تولد بعض يعني بعض لو في عندنا بعض الامبيوريتيز موجوده عندنا جوه في الماتيريال نفسها، ممكن لو فيها هواء ولا حاجه يبتدي يعمل بابلنج، يبتدي يبقى في عندنا يعني بعض الاجزاء كده يبقى كأن فيها فقاعه كده على السيرفيس بتاع التارجت نفسه. فالحقيقه التنجستن الحقيقه يعني عشان الهاي ميلتنج بوينت بتاعته ما بيسمحش بان يحصل الحاجتين دول على السيرفيس بتاعه، او ما صح بيحصلوا بريت قليل جدا 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 بيسمح لنا ان احنا نقدر نستعمل التيوب بشكل افيشنت لفتره طويله.